أول ظهور لها كانت بطلة العمل، ووقفت أمام النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكي، واستطاعت أن تثبت موهبتها بجدارة. كانت ولا زالت تقدم أعمالها بشكل متميز حتى بعد غيابها عن الفن لأسباب عديدة، يظل الجمهور يتذكرها جيدا. لذا ستكون حلقة اليوم عن الفنانة السورية وفاء رحال أو وفاء سالم. سنتعرف على سبب تسميتها بهذا الاسم وسر غيابها عن الفن بعد نجاحها الكبير في أعمالها الفنية. لذا تابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. ولدت وفاء عبد السلام رحال بمدينة حلب بسوريا في 23 يوليو عام 1964 لأسرة متوسطة الحال. كان والدها محاميا، وتخرجت هي من كلية الآداب قسم فلسفة. وبسبب حبها للفن انتقلت للعيش في القاهرة لتقوم بدراسة الفن بالمعهد العالي للسينما، ولكنها لم تكن تنوي دخول عالم التمثيل. ولكن المخرج عاطف سالم اكتشف موهبتها ورشحها لفيلم بنت السفير، وعندما لم يكتمل العمل رشحها لفيلم النمر الأسود عام 1984 أمام الفنان أحمد زكي للقيام بدور الفتاة الألمانية، وهو الفيلم الذي شهد تحولها من وفاء رحال إلى وفاء سالم. فهي لم تختاره لنفسها، بل مكتشفها المخرج عاطف سالم كتبه على أفيش فيلم النمر الأسود كأمر واقع. وفي بداية الأمر تضايقت من تغيير اسمها لأنها تحب اسم عائلتها، ولكن بعد ذلك أحبته بعد حب الجمهور، ونالت عن دورها في هذا الفيلم جائزة أحسن ممثلة من جمعية الفيلم. وبعد نجاحها في النمر الأسود ارتفعت أسهمها في السينما، وقدمت أعمالا فنية متنوعة مثل باب شرق، ابتسامة في عيون حزينة، الزواج والصيف. وبعد ذلك انسحبت لعدم عرض أعمال عليها بنفس المستوى الذي قدمته. وأثناء تفكيرها في الأعمال القادمة قررت التفرغ لحياتها الشخصية. في السنوات الأخيرة شهدنا نشاطا ملحوظا للفنانة وفاء سالم، حيث قدمت أعمالا تلفزيونية متنوعة منها ابن حلال، ختم النمر، ونحب تاني ليه، في غمضة عين، ملكة في المنفى، وأعمالا أخرى كثيرة. لا يعرف الجمهور الكثير عن حياتها الخاصة، فهي دائما بعيدة عن أعين الإعلام. كل ما نعرفه هو أنها متزوجة من رفعت الشريف ولديها ولد اسمه أدهم. والآن عزيزي المشاهد، هل تتذكر الكلمة الشهيرة التي كانت معروفة بها الفنانة وفاء سالم في فيلم النمر الأسود؟